تزامن مع مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأئمة وسيد الدعاة، وهو القدوة والنموذج للأئمة الذين يسيرون على منهجه وخطاه. هناك فئة تغادر القطاع إلى التقاعد، هذه الفئة احتراما للجهود التي قدمتها خلال مسارها المهني. أني في هذه الوظيفة منذ 1980، في 2019 اختياريا طلعت كإمام أستاذ، ومن ذلك الحين لازلت في هذه المهنة، واختاروني مع جملة من النخبة من الأئمة، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد والخير للبلاد والعباد، وأن تدوم أفراحنا.